وكان لكاميرا أون لايف لقاءات مع المواطنين حول أبرز مطالبهم وتطلعاتهم من الحكومة الجديدة. طبعا الحكومة القديمة بنت وعملت كل حاجة، نطلب بقى دلوقتي بناء الإنسان. الإنسان بقى صعب، لازم الإنسان يتبني بأي طريقة، تغليظ العقوبات، التعليم. طبعا التعليم أساس، لأن التعليم هو أساس نشأة المجتمع كله. يعني المناهج أنا حاسة أنها متكدسة قوي، يعني بشوف الأطفال الصغيرين حتى مناهجهم زايدة عن عقولهم. الإيجارات القديمة دي بالنسبة لي أنا، عندنا محلات وحاجات زي كده شوية ب3 جنيه لمدة 70 سنة وتوريث. المفروض الحكومة تغير الإيجارات القديمة دي عشان قطاع كبير من أصحاب الملاك مضرورين. ملف النقل ده بيتاخد فيه خطوات كويسة، بس أنا يعني أنا واحد لسه كنت امبارح في الأتوبيس الناري، أتوبيس ناري ماشي فيه نفرين بس، بيروح فيه نفرين موجودين. ده إحنا ممكن لو وفرناه أتوبيس ناري اشتغلنا عليه إن هو ده يبقى خط رئيسي للمواصلات، وفر علينا انشاء طرق، وفر علينا استهلاك بنزين، وفر علينا حاجات كتير قوي. هو اهم حاجه موضوع الصحه برضو ما فيش يعني، والتعليم بقى زي ما حضرتك عارفه يعني منظومه التعليم دي واخده فلوسنا كلها. بكلمك بامانه يعني التعليم ده مشكله المشاكل، يعني يمكن الواحد بيدوس على نفسه وبيوفر عشان خاطر المدرسين والتعليم. والله منتظم الحكومه الجديده ان شاء الله انها تسعى في خدمه الناس اكتر من كده، وانها تبسط الحياه اليوميه للمواطن المصري، وانها ترفع العبء عن كاهل الناس الفقراء والناس المطحونين، والناس برضو اللي هم لهم مرتبات صغيره بتاعتهم. اقول لكل فرد من في الحكومه يعني يا ريت يبقى الرئيس الجمهوريه مثل حي للعمل اللي هو بيقوم بيه يوميا، واللي بيحاول يطور مصر بقدر الامكان. يعني بنحاول بقدر الإمكان نقول الفترة اللي جاية بإذن الله هتبقى فترة بإذن الله جميلة وفترة كويسة.